هعمل لكم النهارده صدر فراخ معتبر، يعني يكون معتبر بصوص معمول من ال ايه؟ البيكن، البيف بيكن. هعمل بيف بيكن بطريقه كده مع صوص كريمي، وعامل لكم الحدوته دي. يبقى معايا صدر فرخه محترم، معايا بقى ايه؟ ملح وفلفل ابيض وتوم مفروم. مهم قوي يكون فيه توم ايه؟ مش متقطع مش متكسر، مفروم. يعني ليه مفروم؟ علشان بيبقى الرطوبه فيه عاليه. اوكي؟ وجنزبيل باودر. طيب ومعايا زبده وكريمه ورو، زبده وتو زبده ودقيق، بعمل رو وكريمه ولبن عشان ايه؟ اعدل الحدوته. شويه مذاق لطيف ولون حلو باخده من البابريكا. اوكي؟ معايا بقى البيف بيكون اللي هو هعمل فيه حاجات لطيفه دلوقتي على طول على طول على طول. وبين اللي هي مش على الهادي هحط لها بقى البيف بيكون ده مع زيت الزيتون واسيبه يقرمش. ولما تاخدوا البيف بيكون تقطعوه يعني باتونات، يعني اصابع رفيعه. اوكي؟ علشان ده هيساعد اكتر ان هو يقرمش ويديني اللي انا عايزه. وخليك كده برضو انا ايه مش هتضايق منك. طيب تعالوا هنا بقى هنعمل حاجه. الاول خليني اعمل الفراخ. صدر الفرخه محترم جدا، الحته دي الناعمه الحته الواطيه دي اللي هي رفيعه هشيلها. طبعا في سبب، مش يعني ها ايه السبب؟ ان انا مش عايز وانا بسويها الديل ده او يعني ها يبقى يتحرق مني او يستوي زياده او كده، وعقبال ما الباقي ايه يستوي. طيب انا شايف نسيجها ماشي كده، هي حدوته اصلها طبعا الصدور دي حدوته، انما في الاخر انا بشيل الحته اللي ورا دي زي ما حضرتك شايفين كده متشاله، وهاجي بقى ايه اعمل كده من التخين اخش كده. اوكي؟ كده كويس. هنتبل بقى الحدوته دي باللي قلناه. اخبارك وريني. اها خلاص كفايه كده. على جنب على جنب يا اسطى زي ما انت. اوكي هناخد بقى ايه التوم، وهناخد نيل عقرب، هنحط عليه شويه ملح مش كتير كده كفايه، وشويه فلفل ابيض نص معلقه صغيره، وايه بقى ولايك معلقه صغيره جنزبيل، عشان هو صدر واحد يعني ما تزودوش الدنيا قوي. اوكي بزياده كده ونقلب. وعلى فكره انا ما يضايقنيش ابدا لو حطيت ميه، يعني نونه قوي على الجنزبيل وهو باودر، واسيبه لغايه ما ايه يتشرب الميه. طيب يبقى انا اخد الحلاوه دي واعملها كده. اوكي؟ عشان ما اعرضهاش للحرق في نفس الوقت اخد طعمها. مع سنون الزيت ونعمل كده. هنسيب الكلام ده مع بعضه كده شويتين ثلاثة ونحضر بقية ايه الحاجة. اولا نحط شوية زيت عشان ما احرقش الزبدة. ليه يا عمدة؟ علشان عايز الصوص يبقى لونه ما فيهوش بني، عايز الصوص يبقى لونه لطيف كده. اوكي هنعمل كده، ما يضايقنيش خالص ان استعمل دي، بالعكس ده انا لسه عايز احط منها شوية زيت او شوية الدهون اللي نزلت منها دي. على طول شوية دقيق، على طول على طول على طول، اوعى على الهوا يلا قبل ما الدنيا تعمل معاك اي الوان. تعالى يا كريمة يا كريمة. Thank you.
شوية لبن بقى نظبط القصة. يلا بينا شوية ملح نونة و البيكنج ونقلب. انا عايز الدنيا دي بقى ايه تغلي شوية كده علشان اخد طعم البيكنج، وعشان ازود طعم البيكن هعمل كده. اللي انا شويه اللي هحوشهم دول من دهون البيكن انزلهم هنا. يلا يا عم بس يا اخويا ونكمل. ممكن اعمل كده سنونه الغنونه واشوي او اشوح النار متوسطه وتنزل بقى كده ايه بشجاعه واقدام. اوبا ليس انزل يا جميل. اوكي يلا البابريكا ونشوف لونك عامل ازاي مع البابريكا. وبعدين خلاص نحط بقى شوية بقدونس الناحية التانية بقى هتكون اوريدي يعني زي ما تقول ايه استوت، بس برضه انا ما عنديش مانع ان انا وانا بسويها اتك عليها شويه اضغط عليها شويه. اخد القصه الجميله دي واحطها في الفرن شويه تحت الشوايه واقفل عليها واسيبها 10 دقايق لغايه ما تحمر وتستوي وارجع لها. هاخد شويه البيف بيكن دول القطهم كده. تعال تعال نلقطهم كده. يب استنى ليه عملت كده؟ انا بعد ما اسوي الفراخ واغرفها مع الصوص هحط عليها البيف بيكن ده. مش احنا مقطعينها كده وشرحينها وحاطين فيها بتاع هحط في دول بيف بيكن اوكي، وبعدين انزل عليه بالصلصه والبيف بيكون حواليها مع الصلصه شويه يعني مش كتير قوي قوي علشان الدنيا يعني ايه ما تبقاش صلصه صلصه يعني. اوبا هو ده يا ولد. اوكي طيب وناخد طبق سخن الحدوته دي بسلة وجزر سوتيه صغيرين كده موسيقى.